الذين تكلموا في اسم الله الأعظم نعم اختلفوا فيه، فبعضهم ذهب إلى أن الاسم الأعظم يعني أن في أسماء عظيمة نعم. ولكن فيها اسم أعظم، فكل اسم من أسماء الله أي صفة لم تكن إلا فيه بحق، كالقادر والوجود والعزيز والغفار والباسط نعم. والمنعم وكل ده. نعم. لكن يجمع كل ذلك كلمة الله، الله الله، لأن الله لا مدلول لها في صفة، الله، إلا أنها الاسم الجامع للوجود الأعلى بكل صفات الكمال فيه. الله أكبر. ولذلك يأمرنا الله حينما نعمل عملا أن نسميه باسم الله. نعم. ليه؟ لأن إن كنت أعمل عمل عايز قدرة أستنجده بالقادر، الله أكبر، وعايز علم أستنجده بالعليم، وعايز عزة أستنجده بالعزيز، وعايز عمل يشمل صفات متعددة لا حصر لها، فأراحني الله من تكرير الصفات، وقال قل بسم الله فهي الجامعة لكل صفات الكمال. الله أكبر. هذه واحدة. فإذا جاء قوم وقالوا له إن اسم الله الأعظم هو الحي مش الوجود، لأننا نعرف أن وجودا قد يكون وجودا تافها لا نفع فيه، حيا، فأم قال لك ده حي، والحي يستلزم كل صفات الكمال، يبقى قادر ويبقى كل حاجة. يبقى إذا صفة الحي إنما جاءت لأنه لا صفة إلا بوجود حياة. نعم. لازم نعم، توجد الحياة أولا. نعم، نعم، والحياة ينقضها في الدنيا الموت. نعم. لأن الإنسان يحب أن يحيا الحياة التي تعطيه الكمال الإسعاد في نفسه. فإن كان طالحا وخد على نفسه شهوته وانبسط ورمح، يحب أن تدوم هذه الرمحة بدون تكتيف التكليف له، يوم يكره أن يموت. يكره أن يموت. صح. طيب، والقسم الثاني اللي بيعمل عمل موفق، يقول لك انا عامل عمل هينفعني اكتر مده زمنيه من العمل ده، لان ده بيعمل لي مده حياتي، لكن ده بيعمل لي لمده مماتي، يبقى هعشقه، يبقى ده عاشق لمهمه الانفلات، وهذا عاشق لمهمه الايه، الخلود والنعيم، يبقوا الاثنين بيحبوه، فالاثنين بيكرهوا الموت. إذن فكل الناس يكرهوا الموت، رضي الله عنه، ده بيكرهوا، فلما يشوفوا الموت في الآخر يقولوا جت لنا تاني، احنا كنا ارتحنا وخلاص، بتوع النار فيهم انهم خلاص بقى تحزمهم وخلاص، قال لك يمكن دي جاي بقى وفي نجاة، ما هنرجع تاني. الله. ويمكن ما دام الأول الناس الطيبين يقول لك ما دام الموت الأول قد أخرج الصالحين من خير محصور في الدنيا إلى خير غير محصور في الآخرة، فما كان الله ليتراجع في فضله. لازم حيدينا حاجة أحسن من كده. دينا حاجة أحسن. فده يفرحهم ودول يفرحهم. دول يفرحهم. هيقول لهم هنموتوا لكم عشان ما يبقاش الاثنين فرحانين، بس كل واحد له فرح. أيوة. من ناحية. نعم، من ناحية. من ناحية. من ناحية يا سيدي. فيؤتى بالموت على الصراط. فيشبع عشان يطمئن. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. مع الشفاء. ولذلك حيكتفوا ويقولوا إيه، أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين. دوكم يقولوا فهل إلى خروج من سبيل عشان نخلص من العذاب. وما معنى هذا بعد الموت يذبح؟ يعني لا يوجد موت في الآخرة أبدا. لا، ويدل على أن المعاني التي نعرفها لها ماديات محسة. الموت المعنوي ده له يعني. نعم. وهذا يدل أنه لا زمن هناك في الحياة الآخرة. الزمن يا سيدي فرع الحدث.
لا يوجد زمن إلا إذا وجد حدث. نعم. ولذلك إذا نام الإنسان انقطعت أحداثه. اه. فيبقى الموت نوم. اه. مفيش حدث. ولذلك لما نام أهل الكهف ولا نام الرجل صاحب القرية اللي مر على صاحب القرية. اه. قال له كم؟ قال له برضه 100 سنة. لما سألوا بعض قالوا إيه؟ يوما أو بعض يوم. لو أنهم أدركوا في ذواتهم تغيرا يحتاج لزمن لقالوا بقالنا مثلا 5 سنين. إنما شافوا نفسهم ماتوا بيض الشعور وهي هي بيض الشعور. فإذا كان هذا في الدنيا ما هو عشان نعرف الزمن ربنا شرح لنا في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها لأن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه وبعدين قالوا تعالى كم لبست فقال له لبست يوما أقصى ما يمكن أن يظن الإنسان أنه نام لأنه لم يجد شيء تغير فيه قال له لا لبست 100 عام ده أنت لبست 100 عام يا ربنا يقول 100 عام وأنت تقول يوما أو بعض يوم دي مسألة قال بل لبست إيه 100 عام طب عايزين نشوف من الصادق قال أنت كان معك شيئان حمار وطعام نعم انظر إلى حمارك فنظر إلى الحمار فوجدوا إيه تراب ما يمكنش تجيله العملية دي في يوم وليلة مش ممكن لأنه لازم يستصحاب ولازم يقعد مدة لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله صدق في كونها 100 عام وتعال ينظر إلى طعامك نظر لطعامه اللي مستصعبه وجدوا ما فيش حموضة زي ما هو ها؟ زي ما هو لم يتسنى يبقى إذا يوما أو بعض يوم يبقى قال الله بالأمرين معا وهو القادر على أن يجمع الضدين في وقت واحد.